السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حوار المساء، لقاءات وتحركات عدة على صعيد المشهد الأمني في مع سفراء المشهد الأمني في ليبيا. وزير داخلية الحكومة المقترحة يعقد لقاءات ومشاورات مع سفراء لدول لدى ليبيا ومسؤولين من البعثة الأممية بعد أيام من شكواه بشأن الوضع الفوضوي الذي تسببت فيه بعض الميليشيات والذي أثر سلبا على الترتيبات الأمنية حسب قوله. فما مستقبل الترتيبات الأمنية في ظل هذه الأحداث على الساحتين السياسية والأمنية؟ وما الذي يسعى إليه وزير داخلية الحكومة المقترحة؟ وما المقصد من لقاء مدير أمن طرابلس بنظيره في بنغازي؟ كل هذا وأكثر سيكون محور حديثنا في حوارنا هذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. لقاءات وتحركات عدة يقوم بها وزير الداخلية في الحكومة المقترحة فتحي باشاغا منذ توليه منصب وزارة الداخلية، وازدادت وتيرة هذه التحركات بعد التفجير الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس. التفجير الذي أعقبه باشاغا بتصريحات قيل إنها فاقت التوقعات، كأول مسؤول في الحكومة المقترحة يتكلم بكل وضوح عن قصور تام في عملها وأدائها في الجانب الأمني، وخاصة تنفيذ الترتيبات الأمنية، حيث تحدث عن غياب تام للترتيبات الأمنية، معلنا أن شيئا منها لم ينفذ حتى الآن، مرجعا ذلك للوضع الفوضوي وتسلط بعض الميليشيات وفق قوله. مراقبون قالوا إن لقاءات باشاغا مع عدد من سفراء الدول، خاصة تلك التي تتحرك بقوة في الساحة الليبية كإيطاليا وبريطانيا، وأخيرا نائبة غسان سلامة الأمريكية ستيفاني ويليامز، قالوا إنها لقاءات لها ما بعدها. وعلى صعيد آخر، أثار اللقاء الذي جمع مدير أمن طرابلس التابع لحكومة الرئاسي بمدير أمن بنغازي التابع لحكومة ثني جدلا واسعا، لقاء قيل إنه تم الاتفاق فيه على التنسيق والتعاون وتبادل المطلوبين بين مديريات الأمن التابعة لحكومة الرئاسي مع نظيراتها التابعة لحكومة ثني، تعاون وتنسيق مشترك تساءل البعض عن طبيعته وإلى أي مدى يمكن أن يستخدم من قبل أطراف ما في تصفية خصومهم السياسيين في إشارة لمنظومة المطلوبين لدى أجهزة حفتر وبقايا الأمن الداخلي التابع للنظام السابق. تساؤلات تثير الشك والمخاوف في طبيعة هذا التعاون والتنسيق الأمني في ظل ما تشهده البلاد من ملاحقات تستهدف بعض التيارات والتوجهات. مستقبل الترتيبات الأمنية هو عنوان حلقة الليلة من حوار المساء. أهلا بكم مرة أخرى، سيكون معي للحديث عن هذا الموضوع العقيد عادل بالكافي الخبير العسكري والاستراتيجي معي هنا في الاستوديو. مرحبا بك العقيد عادل، وأيضا السيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي من استوديوهاتنا في اسطنبول. مرحبا بك سيد عصام. أبدأ بك عقيد عادل، مرحبا بك سيد عصام. في أي سياق سيد عادل تقرأ تصريحات باشاغا التي تحدث فيها عن فشل الترتيبات الأمنية؟ نشكر لكم الاستضافة وحيي ضيفك سيد عصام وكذلك مشاهدينكم. هذا يؤكد أن السيد باشاغا يدعم بمنتهى الوضوح عدم وجود آلية لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي سبقا أشرنا إليها. عندما تم وضع الترتيبات الأمنية قلنا لا يوجد آلية واضحة يستطيع من خلالها تنفيذ هذه الترتيبات الأمنية، والدليل ما وصلوا إليه إلى الآن لم تنفذ الترتيبات الأمنية. حتى هي الترتيبات الأمنية حقيقة يعني جزء كبير منها غير منطقي غير واقعي، لا تستطيع تنفيذه على الأرض.
ناهيك عن شيء آخر. عندما أتحدث عن ترتيبات أمنية لابد أن ترتبط بترتيبات عسكرية، بمعنى لا يصح أني أنا نعمل على ترتيبات أمنية داخل العاصمة فقط أو مدن الغرب الليبي أو العاصمة فقط واستثني مدن الغرب الليبي واستثنى الحدود، يعني من طرابلس إلى الحدود لابد أن يكون هنالك ترتيبات عسكرية حتى أؤمن الخطوط الخلفية التي هي مصدر الخطر والإرهاب والعصابات والأموال المهربة والتجارة غير مشروعة وتجارة المخدرات وكذلك جميع مصادر التي ستؤثر سلبا على هذه الترتيبات الأمنية داخل العاصمة. فلا بد أن يكون هنالك بداية من هذه الترتيبات حتى نستطيع أن نصل إلى تحقيق الترتيبات الأمنية المختصة بالعاصمة وننفذها. هذه نقطة. أيضا سطوة بعض التشكيلات المسلحة، هذه بخلال اعتراف السيد وزير الداخلية قالها علنية، قال إن التشكيلات المسلحة لها سطوة حدت من عمل وزير الداخلية ومن وزارة الداخلية، وهذا يرجع للخلل في المنظومة أو في الهيكلية داخل وزارة الداخلية. كان الأجدر يعني حقيقة، وهذه لا أتصور أن هذه الخطوة فادت السيد وزير الداخلية، أن يتجه في البداية إلى ترتيب البيت الداخلي لوزارة الداخلية ثم يبدأ العمل على توسيع عملية حفظ الأمن على المدن، أيضا إدماج العناصر النظامية من خارج المدن. أنت عندك خلل داخلي لابد أن تعالج الأول، وتبدأ من هنا تستطيع أن تبدأ الخطوات الفعلية بالاعتماد على العناصر النظامية من سواء كان من خارج المدن، فتح منظومة أو الترابط مع منظومة في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية وغيره. لكن طالما أنت بيتك الداخلي لم يعني ترتبه، فأعتقد أن الخلل سيستمر. نعم، ابقى معك عادل. أنتقل لسيد عصام الزبير، مرحبا بك سيد عصام مرة أخرى. الوزير باشاغا تحدث عن الوضع الفوضوي وقال بأنه سبب لفشل الترتيبات الأمنية، ما الذي يقصده بالضبط سيد عصام؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وحييك وحيي ضيفك الكريم وحيي مشاهدينا الكرام والذين أتمنى أن يكونوا لديهم الكهرباء قد يتابعوننا، خاصة في هذه الظروف الصعبة والأحوال الجوية الباردة جدا والتي كلفت ليبيا ميزانية كبيرة جدا لم نراها على أرض الواقع، والذي أتمنى أن يتم مناقشتها في حلقات قادمة. الحقيقة أن السيد باشاغا في تقلدي لهذا المنصب الجديد بدأت شيء جديد داخل العاصمة وداخل حتى الدولة الليبية، الحديث عن منتسبي وزارة الداخلية والحديث عن الكتائب التي تتبع الكتائب الأمنية، وكأن الأمر بدأ الآن يشهد إعادة تأهيل كوادر وزارة الداخلية والابتعاد عن الكتائب المسلحة التي تأخذ إما الوجه الأمني أو تأخذ الوجه العسكري. حتى في ترتيبات أمنية قرناها سابقة كان يتحدث عن أن تكون هذه الكتائب موجودة داخل إطار الشرطي، أو أنها إذا كانت عسكرية تنسحب في ضواحي العاصمة بأكثر من 40 كيلومتر على ما أعتقد، وهي وفق ما أشار إليه الاتفاق السياسي. البيانات كثيرة والحديث كثير هذه الأيام من بعد ما كما تحدث العقيد عبد الكافي، من بعد ما حدثت وزارة الداخل الهجوم على وزارة الداخلية الخارجية. كثير من الكلام بدأ الخارجية يعني بدأ الكثير من الكلام ينطلق من الوزير حول الترتيبات الأمنية وفشلها وعن الفوضى الأمنية. اليوم رأينا تصريح لوزير الداخلية عبر البي بي سي تحدث فيه عن حتى أن الميزانيات وأن هناك أقسام موازية لوزارة الداخلية هيمنت على وزارة الداخلية، وإذا هيمنت عليها إذن ما هي حكم الترتيبات الأمنية التي ستطبقها الوزارة إذا كان الوزارة مهيمن عليها طرف ليس للوزارة التي تخطط والتي تعمل استراتيجيات الأمنية لها قوة في على إظهارها؟ حتى أنه تحدث وقال بأن هذه الأقسام الموازية تمتلك قوة أكبر وأن هذه القوة تمكنت منها منذ سنتين وأنها حتى لديها ميزانيات وهي تهيمن على القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار المالي وتهيمن على وزارة الداخلية. هذا ما قاله، وحقيقة عندما يتم الهيمنة على القرار الاقتصادي والقرار المالي والقرار السياسي
لا أعتقد أن هناك أي ترتيبات ستنجح أو أي أشياء أخرى ستنجح، خاصة إذا كانت هذه الوزارة لا تمتلك قوة لكي تنفذ هذه الترتيبات. نعم. وأنا أستغرب في هذا الكلام الذي بدأ قويا جدا وعن ما يتحدث عنه رئيسه الذي هو في المجلس الرئاسي للحكومة ورئيس الحكومة السيد فايز السراج، الذي يتحدث ويقول بأنها نجحت ونتمنى أن يتم تعميمها على كل المدن، وآخر خطاب له في هذا الاتجاه كان في مدينة الزاوية منذ أسبوعين وأقل. هذا أمر غريب جدا، أننا نحن نتحدث عن ظاهرة ليست واقعية التي تحدث عنها السراج، إنما يتحدث عن ظاهرة مثل ما كان يتكلم السيد زيدان وقتها عندما قال انزازات غير منظورة. الآن بدأنا في هذا نفس الخطاب ونفس الاتجاه الإعلامي الذي يعول له من بعض القنوات، والذي الآن يعاني منه شعبنا. نعم. في عملية قطع الكهرباء وعدم وجود الإمكانيات وعدم. نعم. توفر الأشياء التي أصبحت الأزمات أكثر من الخدمات. نعم. نعم. ينضم إلي أيضا السيد مروان درقاش من استوديو مصراتة المحلل السياسي. مرحب بك سيد مروان. سيد مروان هل أنت في الاستماع؟ نعم مرحب بك. سيد نعم. مروان، حكومة المجلس الرئاسي الآن بعد 3 سنوات من دخولها طرابلس و الوعود التي أطلقتها بتغيير الحال، يعني نكتشف الآن عبر وزير داخليتها بأنها فشلت في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها في أو المنصوص عليها في اتفاق الصخرات. هذا الذي ذكر وزير الداخلية، لكن كما ذكر لك قبل قليل سيد عصام كنت قد استمعت له، يقول لك بأن سراج رئيس المجلس الرئاسي يقول بأن الترتيبات الأمنية نجحت ويتمنى تطبيقها في بقية المدن. يعني من نصدق سيد مروان، وكيف تعلق على فشل هذه الترتيبات الأمنية التي ذكرها الوزير بشار؟ في الحقيقة ما جرى تنفيذه في طرابلس بعد أحداث أكتوبر الماضي ما هي إلا عملية صورية لمحاولة امتصاص الغضب الشارع وغضب الثوار نتيجة هيمنة ميليشيات معينة في العاصمة وممارستها أعمال الابتزاز وأعمال السيطرة على مؤسسات الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة وقرارات المجلس الرئاسي والضغط على المجلس الرئاسي ل يعني اتخاذ قرارات تعيينات في صالح هذه الميليشيات. يعني هذه العملية التي جرت بعد اتفاق الزاوية الموقع عليه في مدينة الزاوية كلها كما قلت إجراءات صورية لا ترقى إلى مسمى الترتيبات الأمنية على الإطلاق، بل هي محاولة أو يعني تبادل مواقع كما نسميه، تصفية حسابات مع بعض القيادات في هذه الميليشيات. ولكن الميليشيات الرئيسية التي تهيمن على العاصمة لا زالت تهيمن على مواقعها ولا زالت تمارس نفوذها ولا زالت حتى الآن تسيطر حتى على قرارات المجلس الرئاسي. رئيس المجلس الرئاسي بنفسه لا يستطيع أن يرفض طلبا لهذه الميليشيات، ولعل في حديث السيد وزير الداخلية اليوم أو بالأمس يعني دليل واضح على أن هذا النفوذ لازال مستمرا، وأن ما يسمى الترتيبات الأمنية أو ما يروج إليه بأنه ترتيبات أمنية ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وما هي إلا لعبة سياسية يحاول من خلالها المجلس الرئاسي. نعم. إثبات أنه يسيطر على المشهد السياسي في ليبيا وأنه قادر على تنفيذ قراراته، ولكن هذا الأمر غير صحيح. شاهدنا ذلك واضحا في عملية التسليم المزيفة لمطار معتيقة من قوة الردع إلى وزارة الداخلية، وهذا الشيء لم عم على الأرض فلم يتغير شيء. شاهدنا أيضا اللجنة التي تم تشكيلها من المجلس الرئاسي لمتابعة أحوال السجناء، ولم يصدر عن هذه اللجنة أي تقرير أو أي توصيات، أو لم نسمع أنها أفرجت على أحد من السجناء الذين يقبعون في السجون دون محاكمة ودون إحالة للنائب العام. نعم. أيضا لازالت هذه الميليشيات هي التي تحرس مؤسسات الدولة، سواء كان المصرف الليبي المركزي أو المؤسسة الوطنية النفط أو وزارة الخارجية وغيرها، وشاهدنا كيف حدث هذا التفجير في وزارة الداخلية رغم وجود هذه الميليشيات. نعم. إذن
لا وجود لترتيبات أمنية لا التي تم الاتفاق عليها من خلال اتفاق الصخيرات ولا التي تم الاتفاق عليها من خلال البعثة الأممية في مدينة الزاوية. ومن الغريب في الحقيقة أن يظل الصمت المطبق من قبل البعثة الأممية تجاه ما يحدث في طرابلس، وكأنها مستفيدة بالفعل من تغول هذه الميليشيات. طيب عقيد عادل، أعود إليك. الآن ثلاث وزارات تناوبوا على وزارة الداخلية منذ دخول حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس، في رأيك هل يستطيع الآن بشاغة أن يحقق نوع من الاستقرار من الجانب الأمني، خاصة بعد هذه التصريحات الذي أطلق عليها البعض بأنها تصريحات نارية، يعني وهذا يدل على امتلاكه الجرأة نوعا ما، فهل يستطيع أن يحقق شيء من الاستقرار الأمني في طرابلس ومن ثم في بقية المدن؟ أتصور بعد التصريحات والخطوات والقرارات الجريئة التي اتخذها السيد بشاغة، حقيقة طبعا أراها يعني هي خطوات جريئة وبداية وضع اللبنات الحقيقية لمحاولة السيطرة وعمل وزارة الداخلية. الوزراء السابقون لم يتخذوا مثل هذه القرارات، كان أداء يعني مع أنهم حقيقة من داخل جهاز الشرطة يعني، ولكن وبشاغة يعتبر رجل عسكري يعني كان ضابط طيار يتبع للسلاح الجوي، ولكن استطاع أن يعني يخطو خطوات جريئة تختلف كثيرا عن سابقيه. ولكن نرجع ونقول في حاجة، طبعا أنا يعني معاشني بنستخدمها كشماعة المرحلة اللي قاعدة تمر بها ليبيا في ظل وجود عدة أطراف لا تريد لليبيا الاستقرار، يعني أتحدث عن تكفيريين، عن إرهابيين، عن نظام سابق، عن قائد عملية الكرامة يتعاون مع المرتزقة ومع الإرهابيين، أتحدث عن عصابات خريجين سجون وغير تجار مخدرات، تجار بشر، يعني أتحدث عن مجموعة لوبيات تعمل داخل ليبيا، أتحدث عن استخبارات خارجية، يعني آخرها حتى السيد بشاغة ذكرها، قال دول تدعم في تشكيلات، دول استخبارات دول تدعم في تشكيلات مسلحة وتعيق الدولة أو تعيق بناء مؤسسات الدولة. فالخلاصة أنك أنت تحارب على كذا صعيد، فهو أنا عارف أن هي قدام منا العملية صعبة ومش سهلة. هذا سؤالي عقيل عادل، ما هي العوائق الآن التي تقف أمام تنفيذ الترتيبات الأمنية التي ينوي القيام بها؟ قلت أنا يتجه بقوة إلى ترتيب البيت الداخلي في ظل الإمكانيات المتاحة حاليا وهي الدعم الدولي. الآن هنالك العصا الدولية، هذه العصا الدولية يستطيع من خلالها أن يعيد ترتيب بيته الداخلي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، في إرادة الكثير من أبنائنا المنتسبين في التشكيلات المسلحة والذين أشار إليهم حتى هو في بيانه أن محتاجين إعادة تأهيل وتطوير وغيره، وهذا حتى أشرنا إليه سواء كانت التشكيلات الأمنية اللي تابعة لوزارة الداخلية أو حتى للاستخبارات أو حتى للعسكرية اللي دخلوا في التشكيلات حديثا، هؤلاء يحتاجون إلى إعادة تأهيل وإعادة ترتيب يعني صفوفهم، أيضا رفع من قدراتهم المهنية، بمعنى أن يتعلم شو اللي ليه وشن اللي عليه من ناحية القوانين، سواء كان من ناحية الإجراءات الإدارية، يعني في أبجديات لابد أن يتعلمها العنصر سواء كان أمني أو عسكري، حتى يستطيع أن يؤدي مهامه ويلتزم بإطاعة الأوامر ولا يكون هنالك خلل في المنظومة. فلو اتجه السيد بشاغة إلى اعتكاف كامل ويختار من القيادات الأمنية اللي معاه الناس اللي هي تبي ترتب البيت الداخلي، خلينا أصلا يعني حاليا أنا حلاقي الأفكار كثيرة جدا يطرحوها بعض الضباط القدماء، اربط منظومة، اربط مش عارف إيش، اربط كذا، سهلة الربط سهل، لكن الفكرة أنت رتب بيتك الداخلي قبل ما تربط، لكن تربط وما عندكش قاعدة تتحرك عليها أو تتحرك منها، انت معناها قاعد تدور في وذنك منين وذنك، لكن انت اربط الاول، صحح القاعده بتاعتك، ثبت القواعد بتاعك، حتى وين ما تربط تبقى عندك قاعده هنا تتحرك منها، يعني انا تو نتكلم بالعاميه اللي هم يفهموها. نعم فهمت؟
فلذلك اتجه الاول ترتيب بيتك الداخلي، وخاصه في ظل ان يعني نرى حقيقه امكانيات السيد باش اغا. لا ازكي على الله احد، انا عمري ما تكلمت على واحد في حكومه السراج، ولا عمر السراج توقع انه يطلع منه واحد مسقم من عند الرجل رضيع بصراحه، ولا كون انه هو مثلا كان زميل سلاح قبلك، لكن خطوات اللي خضاها خطوات ممتازه جدا. تمنيت ان يكون عندي رئيس اركان ووزير دفاع ياخذ ومدير للمخابرات وغيره وغيره وغيره، ياخذ بالخطوات هذه ويبدا يكون واضح وصريح وجريء ويتكلم. مش عيب نتكلم ونقول شنو هي مشاكلي، شنو الصعوبات اللي نواجه فيها، حتى نشرك الجميع في الحلول. فاهم كيف؟ حتى ان كان مش موظف معايا في نفس الجهه ممكن يطرح علي فكرة أنا نسمعها توصل لي، نقدر ناخذ بها ندير بها حاجة، أو تكمل ما عندي، أو تكون الحلقة المفقودة اللي أنا مش لاقيها. فلذلك أنت اتجه الأول إلى ترتيب بيتك الداخلي بالعناصر والقيادات اللي أنت تثق في إمكانياتها على العمل، واللي تستطيع تقدم لك رؤية تتماشى مع الوضع اللا تقليدي، لأنك أنت حاليا تحتاج إلى قيادات غير تقليدية للتعامل مع الوضع الغير تقليدي. توا فهمت أنك أنت تنتج قاعدة تستطيع التحرك عليها، تلم التشكيلات اللي عندك اللي مش شرعي واللي شرعي واللي ما عندهاش رقم واللي كذا، تعيد تضبيطه وتعيد كذا كذا وترتب، حتتعب شويه 6 شهور 7 شهور حتتعب شويه، تعيد الضبط والربط وكذا والترتبيه وتبدا اجراءات العقوبات وغيره واجراءات الاشتباكات والكلام هذا كله. بعدك حتبقى تتجه انك انت تلاقي نفسك اوتوماتيك سيطرت على العناصر اللي عندك. طيب. تمت هيمنتك وقرارات الميزانيه تبعك، الاجراءات الاداريه انت اللي متحكم فيها، الشركات اللي هي توريد المواد الغذائيه اللي اشرت اليها وحديثها كلها حتبقى تبعك. هذا كله راه مش صعب. وانت معاك المجتمع الدولي حاليا يدعم في خطواتك. طيب. سيد عصام الان يعني الحديث عن المجتمع الدولي والعصا الدوليه التي اشار اليها العقيد عادل، ألا ترى معي أيضا أن البعثة الأممية والحكومة أو الأمم المتحدة هي أيضا مشاركة وتتحمل مسؤولية الوضع الأمني الراهن الفوضوي إن صح هذا التعبير، لأنهم هم من تحالفوا مع هذه المجموعات المسلحة لعقد صفقة إدخال حكومة السراج لطرابلس والانقلاب على المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ السابقة؟ شوف، في نقطة هو تعرض لها السيد عادل عبد الكافي. نعم. هي النقطة لابد احنا نوضعها امامنا بموضع الصحيح. شوف، ان الاستاذ فتحي بشاغة هو كان مؤيد الاتفاق السياسي. نعم. هذه نقطة موجودة. شوف، من آتي من مدينة هي تعتبر مدينة مصراتة ولها قوة كبيرة وله دعم قوي من مدينة مصراتة ولي حتى من القوة التي هي موجودة في مدينة مصراتة، ولذلك قد يكون بالخطوات ينجح، وقد حتى السراج ياخذ موقف متفاهم معه، لكن الوزراء السابقين ليست حتى ولو كانوا من أجهزة الأمن لن يقدروا أن يفعلوا مثل ما فعل السيد فتحي بشاغة، وهذا واضح جدا، لأن حتى ليست وراهم قوة، ليست وراهم مدن بقوة مصراتة خلينا واضحين، وليست حتى قوة وجودهم، بالرغم أنهم رجال أمنيين وحتى لديهم قد يكون أفكار أمنية، لكن لن تكون لديهم القوة والحظوة مثل ما يحظوها السيد فتحي أمام السراج وأمام حتى المجتمع الدولي، خاصة أنه هو الآن دار اجتماع مع نائبة المبعوث الأممي هادي ويلمز، وداير حتى اجتماع مع السفير الإيطالي والسفير البريطاني على ما أعتقد، ودار اجتماعات بينهما، بينما نرى حتى عملية الاجتماعات وعملية اللقاءات حتكون قوية جدا، لأنها نابعة من مصدر قوة. القوي عندما يجتمع مع إنسان لديه قوة حتكون الاجتماعات مختلفة عن الناس ليس لديهم قوة في الدفع، مع أن لديهم إرادة ولديهم بوادر لكن وخطط لكن ليس لديهم. الذي يتواجد الآن حتى بالنسبة للكتائب المسلحة التي في طرابلس تعمل له 60,000 حساب، وهذا موجود وهذه حقيقة. ولذلك أنا أرى اليوم، حسب إن شاء الله يكون هذا البيان صحيح اللي هو بيان توا ماليش خرج، اللي هو أن بعض الشارفين لأن تحشيد لبعض كتائب وأفراد هدفهم المس بأمن العاصمة والتهويل بأن هناك هجوم على العاصمة، وقال بأن هذا ليس مقبول على الإطلاق وأنه سيواجه لمنع الفوضى والتغول على حياة المواطنين بحجج
أساليب ظاهرها الحق وباطنها السراب، لم نرى مثل هذه البيانات في السابق حقيقة. نعم. وطمن أهل العاصمة وضواحيها بأن العمل الأمني والشرطي متواصل ولن يتوقف، وسيكون مساره التصعيدي كما وكيفا. نعم. ما زال يصر على أن العمل الشرطي هو الذي سيبقى سيد المشهد الأمني، وأن كل هذه الكتائب المسلحة تستخفي، بالرغم من أن أغلب الكتائب المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس كونت فريق سمته قوة حماية العاصمة، لكن السيد بشاغة لم يخف ولم يتراجع، ومع هذا أصدر هذا بيان وأشار ببيانه بقوة على لابد أن يكون الشرطة فيها من سيتجرع على هذا البيان ومن سيقوم. السراج بحد ذاته لا يقدر أن يقوم به، وأنا أقولها بصراحة ولست مع أي شخصية معينة، ولكن حقيقة نراها في العاصمة منذ الماضي. طيب أستأذنك وأستأذن بقية الضيوف وأستأذنك يا فاضل في الخروج إلى فاصل، ومن ثم نواصل إن شاء الله. الآن كمان تريد حياة الانتخابات نعم المجير حقيقية وليست تمثيل كما يأتوا بها من خلال الانتخابات ولا غيره، وأعطي مش عارف هذا الكلام كله احنا نحطه على جنب. اسمع في موظفين داخل انا الدواعش كلها مطبخ بنوليد، بس انت حاول انت تخليه كل الثاني يشاركوا معاهم ما يخلوهمش يبانوا، نحن اصلا طلعوا من عندنا باتفاق يا محمود انت عارفه. أتونا حكي معهم أنا عندي بقول ذعمي قاعد معهم غيره، أنا عندي بقول ذعمي قاعد معهم غيره. هنالك عمليات سرية نوعية يجب أن يقيموا بعمليات اغتيال لهؤلاء، قتل لهؤلاء أقل شيء قلنا شعبه وناس بقول قنابل ما شاء الله. انتخابات ولا غيره وأعطي ومش عارف هذا الكلام كله احنا نحطه على جنب. بإذن الله الشايب تبكيها وتخطيطها بجديات. انتخابات ولا غيره وأعطي ومش عارف هذا الكلام كله احنا نحطه على جنب. مرحبا بكم مرة أخرى. سيد مروان الآن وزير الداخلية بشاغة التقى نائبة غسان سلام ستيفاني ويليامز، وفي رأيك في أي سياق يأتي هذا الاجتماع مع ويليامز؟ في الحقيقة وزير الداخلية يعني أجرى الكثير من الاجتماعات مع سواء كان أعضاء في البعثة الأممية أو مع سفراء أجانب من بريطانيا وإيطاليا ومن دول أخرى حتى من كوريا الجنوبية، وكل ذلك يصب في مساعي الوزير لكي يحاول تأهيل واستخدام أو الاستفادة من خبرات هذه الدول في تنظيم عمل وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، ومحاولة تقوية هذه الأجهزة التي ضعفت كثيرا بفعل نفوذ الميليشيات التي سيطرت على مقرات هذه الأجهزة وسيطرت أيضا على ميزانيات هذه الأجهزة. الكل يعلم كيف هاجمت هذه الميليشيات قوات الحرس الرئاسي التابعة للسراج، وقامت بالاستيلاء على أسلحة هذه القوات دون أن يصدر أي فعل إذانة أو شجب من رئيس المجلس الرئاسي. الآن وزير الداخلية يحاول بقدر كبير أن يحد من نفوذ هذه الميليشيات، ورغم أنه لم يتخذ الخطوة الصحيحة والحاسمة في هذا المجال، ونحن ننتظر منه أن يتخذ هذه الخطوة. أعتقد في نظري أن الخطوة الصحيحة للحد من نفوذ هذه الميليشيات وتحييدها وتطبيق ترتيبات أمنية بالفعل تؤدي إلى إرجاع أجهزة الأمن وإرجاع نفوذ الدولة هو سحب بساط الشرعية من هذه الميليشيات. نحن نعلم جيدا أن هذه الميليشيات الآن تعمل تحت غطاء شرعي. الآن هذه الميليشيات صدر لها قرارات من وزارة الداخلية بتسميتها بأجهزة أمنية، كذلك تصرف لها مرتبات لعناصرها وتعتبر في الهيكل التنظيمي للدولة هي أجهزة شرعية، بالرغم أنها لا يعني هذه الميليشيات لا تتبع أي بشكل فعلي، يعني لا تتبع أجهزة الدولة، لا
تقيم أي وزن لقرارات وزارة الداخلية، لا تنفذ تعليمات الوزير ولا الإدارات الخاصة بوزارة الداخلية، ومع ذلك تعترف بها الدولة، يعترف بها المجلس الرئاسي، تعترف بها وزارة الداخلية. إذن الخطوة القادمة التي ينبغي على وزير الداخلية اتخاذها، وهذا الأمر هذا الكلام تحدثنا عليه في السابق، يعني هو أن يتم حل هذه الميليشيات، إصدار قرار بحل هذه الميليشيات. وهذا البند هو أحد البنود الذي ورد في اتفاق الزاوية الموقع عليه في سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى وقف إطلاق النار في طرابلس. إذن القرار الحاسم والقرار الذي سيؤدي إلى حد من نفوذ هذه الميليشيات هو حل هذه الميليشيات، إصدار قرار بأنها لا تتبع وزارة الداخلية، وأن وزارة الداخلية بما أن هذه الأجهزة تتبع وزارة الداخلية تصدر وزارة الداخلية أمر بحلها وصيرورة أو أيلولة كل ما ممتلكاتها من مواقع وأسلحة وما إلى ذلك إلى أجهزة الدولة. بعد ذلك إذا رفضت هذه الميليشيات تنفيذ هذه القرارات تصبح ميليشيات غير شرعية، وتصبح يعني كالعصابات الإجرامية، ويمكن اتخاذ أي قرار ضدها. لكن في هذا الوقت بالذات أو ما لم يتم سحب البساط الشرعية من تحت هذه الميليشيات، فإن كل الجهود التي يقوم ببذلها وزير الداخلية الآن سوف تذهب أدراج الرياح، ولن يتم تطبيقها أو لن يستفيد منها أحد. أعقد عادة، لكن البعض يقول بأن هذه الحكومة، حكومة السراج، مرهونة أصلا بوجود هذه الميليشيات. هل تعتقد بأن السراج يمكن أن يستغني عن كتائب طرابلس الموجودة حاليا والتي قامت طيلة هذه الفترة بحمايته؟ يعني لو كما ذكر السيد مروان، لو تم حل هذه الميليشيات، ألا يخشى أن أيضا يتم حل هذه الحكومة أصلا، لأن هذه قوامها حماية هذه الميليشيات؟ دعونا نتذكر المشهد في العراق. استخدمت الكثير من الميليشيات في العراق لدعم الحكومة واستخدامها في القتال وفي إرساء الحكومة في بداية نشأتها، ثم انقلب الوضع على هذه الميليشيات أو هذه التشكيلات، وبدأت حملة الهجوم عليها وتفكيكها وتفتيتها. فلذلك هو المشهد يتكرر. يعني استخدام التشكيلات المسلحة أو الميليشيات، فهمت، يتم لمرحلة ثم يتم الانقلاب عليه. وبعدين حتى حاجة، أنا مش هنمشي حتى للعراق، نذكركم مشهد في العراق وسبق هذا نبهنا عليه. قلنا اليوم أنت حيستخدمك، بكرة حينهي عليك. الاشتباكات اللي صارت في طرابلس، ما هو كثير من التشكيلات كانت تبع السراج وخش خبطوه ببعضها كلها. وغيره وغيره، وفي تشكيلات حب يصفوها ما تخشش في، مع انها كان عندها الرغبه ان هي تخش وتبقى او تكمل شرعيتها رقم اثنين، عندها شرعيه سابقه من مؤتمر وطني وحكومه الغويل والحاسي وغيره وغيره، لكن تبي تاخذ استمرار شرعيتها وعملها لان هي تتبع للداخليه او للاركان، ومع ذلك تم اقصائها. وهذا هو لسبب الخلل الامني، يعني الاستحواذ. هي كان المفروض يتجه العمل يتجه على تاسيس مؤسساتي، شغل مؤسساتي، بمعنى عندي تشكيلات من برا طرابلس، عندي تشكيلات من داخل طرابلس، سواء كانت عسكريه او امنيه، نبدا هنا ناسس لهرميه مؤسساتيه، اني اللي محتاجه من طرابلس كم العدد، اللي مش محتاجه حتى من طرابلس ممكن نبعث مأموريات برا او في تمركزات برا، او ندعم به مدن اخرى نسبه الامن فيها اقل، وهكذا والعكس، فهمت كيف؟ ونوزع، خاصه انا عندي رقعه جغرافيه في المنطقه الغربيه من راس جدير لعند مثلا سرت، وعندي للجنوب عندي رقعه جغرافيه كبيره تحتاج عمل، وبعدين عندي نسبه افراد امن واجدين، يعني عدد كبير جدا، فلماذا لا يتم تقسيمها على الرقعة الجغرافية هذه؟ لكن هذا قبل ما نبدأ الخطوة، هذا كان المفروض على كل وزير جاء ماشي اشتغل على الهرمية، على بناء مؤسسة. ما يفهمش، وهذه للأسف أغلبيتهم، للأسف ما هذه احنا إجماع يعتقدوها أنها هي مسبة مني أو شيء خطأ أو تقصير في عقولهم ولا مستوياتهم ولا شهاداتهم ولا غير. يا ناس يا هو، مش عيب الواحد يقول أنا مش فاهم مش عارف، يمشي يا سيدي يبحث لهيكلية الدولة حذا منا، يمشي الدولة العالم الثالث تونس
امشي مصر، امشي السودان، امشي لاي دوله من دول العالم ثلاث لحظه منك تطيح سعاده كيف ليبيا، كيف نظام القذافي. نعم. شوف كيف الهيكليه غادي وخذ منها الهيكليه يا سيدي. مش حنقول لك امشي شوف دوله متقدمه بعيده عن تطلعاتك، لان دماغك مش حتوصل تمشي لحاجه متقدمه، لانك انت واخد من فاتح وسير ابدا عمرك ما حتطلع بحاجه يعني. صحيح. فالمهم امشي جيب هيكليه وتعالى ابدا اشتغل عليها، اختار ناس حتى مش ضروري واحد قديم في الرتبة. ما هو ممكن قديم في الرتبة لكن ضعيف في الحركة. ممكن يشتغل لك من وراء مكتب. لكن ما يقدرش يكون ميداني. أنت محتاج ضابط يكون ميداني ويشتغل على مكتب. نعم. فمقبول في الشارع، لأن لما ينزل في الشارع يعرف كيف يتفاهم مع اللي موجود. وتبدأ. نعم. أنشأ أسس للمؤسسة هذه هي وللهيكلية بتاعتها والتراتبية بتاعتها وأبدأ أدعم. لكن عملية سرقة المشاريع، يسمع كلمتين مع التلفزيون يمشي يضرب لك بها مشروع ويضرب لك بها ميزانية ويمشي المجلس الرئاسي، دارت لك قوة مش عارف ايش، اعطيني عليها ميزانية ويمشي، تعال دور عمل تو بعد ست شهور ولا عشر شهور ولا سنة. نعم. زيرو اكور بتاعها زيرو، ما فيش اي نتائج وغيره وغيره وغيره. نعم. مرتزة يعني معنا كلمة يا ناصر، انت عصري جماهيري تاعك مفجر الافكار، فكرنا يا قائد، عالجنا يا قائد، انتهى. انت تو حاليا في عالم اخر متطور، لازم تنشوله، لازم تنظروا شن عنده. نعم. طيب سيد عصام زبير، حديثنا الان في المحور الثالث والاخير من هذه الحلقه، وعلى لقاء مدير امن طرابلس بنظيره في بنغازي، برايك في اي سياق تاتي زياره مدير امن طرابلس لبنغازي ولقائه بمدير امنها؟ أو بالعكس. والله هي هذه الأمور غير واضحة جدا، وغير قد تكون أمور أمنية موجودة تحت بنود معينة. أنا قريت بعض التقارير مختلفة عن ما يراد به، هي عملية المساجين ومنظومة الأدلة الجنائية ومنظومة الجرائم ومنظومة كلها خاصة في الجريمة وخاصة في أشياء، لأن حتى حقيقة نحن نختلف مع الغرب، يختلف مع الشرق في مفهوم الإرهاب وفي مفهوم بعض الأشياء. لأن حتى الآن لو دخلنا حتى في عملية الجريمة، هناك تستر على الجريمة التي تقوم بها بعض العصابات التي هي منتسبة لبعض الوحدات التي تتبع حفتر، ولذلك ترى حتى بين فترة وأخرى تحدث عمليات، منها ما رأيناه حتى أخرها في عملية المطار وعملية الأخ الوكواك ولا قريبة ما حدث. ولذلك كيف سيتم القبض عليهم وكيف سيتم حتى بعض تناول المذكرات بين الغرب والشرق، نحن ما نراه هو نتمناه، الذي نتمناه ألا يتم داخل التجاذب السياسي في هذه الأمور، وأن تكون عمليات لتصفية الخصوم، ولا تكون هناك عمليات من أجل القضاء على بعض الأفراد الذين بينهم وبينهم عداوة وبينهم وبينهم أشياء أخرى وبتتبعهم سيد عصام، ألا تعتبر هذه إضفاء، نوع من إضفاء الشرعية على حكومة الثني التي لا يعترف فيها العالم الدولي أو المجتمع الدولي؟ يعني الآن أن ترسل الحقيقة كلمتك صحيحة، هي الحقيقة. أنا حتى مرة في أظن في اللقاء السابق أنا أعترض على كل ما يتم الآن، ولو كنت أنا لدي سلطة القرار، لكنني مواطن وأقولها بصراحة، أعترض على كل ما يتم الآن من توحيد المصرف المركزي، من توحيد وزارة المالية، من توحيد كل التوحيدات هذه، أعترض عليه. لأنك أنت عندما جئت وقلت اتفاق سياسي، اتفاق سياسي يقضي على المؤسسات الموازية، إذا لا وجود لمؤسسة موازية، إذا سلمنا باتفاق سياسي فلا وجود لحكومة إلا التي أتت بها البعثة الأممية، ولذلك أي حكومة أخرى لا. أما أن تقضي على حكومة الإنقاذ وتقضي على المؤتمر الوطني وبعد ذلك تقول لنا معليش ندير توحيد مع منه؟ هذا يتوحد شيء قانوني مع شيء غير شرعي، وهذا اللي تسأل فيه وأحير فيه. أنا حتى القانونيين في البلاد بدأت عملية الحقوق والحق بدأ ما عادش يتكلموا عليه بعض الناس. أنت كيف تعترض على جسم موجود بشرعية قانون الاتفاق السياسي وأنت تؤيده، وتأتي مع جسم آخر لا يريد الاتفاق السياسي وخارج عن شرعية الاتفاق السياسي؟ وحتى كنا لما كنا نتكلم تقولوا لا ما فيش بديل على الاتفاق السياسي، إذن كيف الآن تخترقوا هذه البنود؟ وهذا أمر غريب جدا، وحقيقة أنا أستغرب في هذا الكلام، وأستغرب كيف أن حتى في بناء دولة القانون والمؤسسات لا يمكن بناء جسم غير شرعي مع جسم شرعي. هل يمكن الآن أن نتجه لبناء دولة بهذا الشكل؟ نحن الآن لدينا أمور حتى في المالية متشعبة وتبحث عن مكافحتها، لأن هناك فساد،
هذا الفساد جعل ليبيا تتقدم ولابد من مكافحته. لا يمكن أن يتم الآن أعطاء هذا الفساد شرعية سواء كان من هذه الحكومة أو من تلك الحكومة. نعم. لأن في توحيدها ستختفي. وأنا أريد أن أرجع إلى نقطة اللي تكلم عنها السيد عادل عبد الكافي، العقيد عادل عبد الكافي. المشكلة في الوضع الأمني والمشكلة في الخبرات هي ليس المشكلة في البحث عن كيف تطوير، المشكلة البحث كيفية قمع المواطن. هذه هي المشكلة. وين؟ أرجع إلى النظام السابق وأتي بخبرات التي كانت في النظام السابق وضعها. والسيد السراج لا، هذا ما يفعله، يأتي بخبراء ويأتي بهم ويضعهم ويقول لك هذو ما خبراء. تم خبراء إذا كان يا سيد السراج وبعض الذين الآن يتكلمون عن النظام السابق والخبرات اللي فيه، لماذا قامت الثورة أصلا؟ ولماذا كان هناك ظلم؟ ولماذا كان هناك قمع وتم الآن الشعب تار عليه؟ ليس صحيح هناك بعض التشوهات حدثت في ثورة فبراير وبعض الناس بدأ يئن منها، لكن الحقيقة ما هيش محسوبة على أهداف ثورة فبراير، لكن النظام السابق محسوب عليه هذه الأشياء. ولذلك لماذا الرجوع بهؤلاء؟ يقول لك خبراء. أنت كنت قبل حتى بعض المعارضين، المشكلة كانوا يتحدثون عنهم بأنهم كانوا من التصفية، الآن يجلسون معهم ويعتبرونهم خبراء. هذا كلام هراء. هذه ليبيا تستغرب أنت تبنيها بهؤلاء. نعم. تبنيها بأشياء غريبة جدا. هؤلاء أمام محاكم وأمام قضايا. نعم. كيف تأتي بهم وتضعهم حتى مستشارين؟ نعم. طيب. ثقافة القمع يجب أن تختفي الآن. نعم. يجب أن تبدأ ثقافة الحقوق التي تبنى على القانون وتبنى طيب. على الدستور. سأعود إليك. سأعود إليك. القيام بالدستور يقضي على كل هذه الأشياء. نعم. سيد مروان، الآن في الإعلان الذي تم أو الاتفاق الذي أو الاجتماع الذي تم بين مديري أن طرابلس وبنغازي، تم الإعلان فيه عن تنسيق أمني. برأيك عن أي تنسيق أمني يتحدث هذا الاتفاق؟ طبعا هذه من الأمور المستغربة. يعني الأخوة في المنطقة الشرقية لا يعترفون بحكومة السراج ولا يعترفون ب المجلس الرئاسي، ومع ذلك يجرون تنسيق أمني معها. يعني هذا واضح بأن هناك أغراض سياسية في هذا الأمر، وليس الأمر مجرد تنسيق أمني فقط. نحن نخشى أن يصبح هذا الأمر مجالا مفتوحا لممارسة دور الشرطي أو القبض على من هم يعارضون حفتر في المنطقة الشرقية، لعل حتى المذكرات التي صدرت عن مكتب النائب العام هذا الأسبوع بخصوص بعض المتهمين في قضايا المهاجمة الموانية النفطية وقاعدة تمنهن يصب في هذا المجال، هذا التعاون الأمني. لا أعتقد بأننا أو المنطقة الغربية ستستفيد من هذا التعاون الأمني، وإنما المستفيد الأكبر هو حفتر، لأن مديريات الأمن في المنطقة الشرقية مسيطر عليها سيطرة تامة من ضباط يعملون تحت إمرة خليفة حفتر. نعم. وأوامر تغيير هؤلاء قادة هذه الأجهزة الأمنية بيد خليفة حفتر. المنظومات الأمنية الموجودة في المنطقة الشرقية، نعم، المطلوبون فيها موجودين في المنطقة الغربية، وهذا سيشكل خطر كبير جدا على هؤلاء الأشخاص، والتي تهمتهم الوحيدة هي معارضة ما قام به خليفة حفتر من انقلاب عسكري ومن هجوم دموي على مدينة بنغازي ومدينة درنة. وأعتقد أن هذا الأمر ربما يكون بتدخل من أجهزة مخابرات أجنبية، ربما مصر السعودية أو الإمارات، وفرض ضغوطات على المجلس الرئاسي حتى يرضى بمثل هذه الاجتماعات. نعم. لو عدنا إلى الموضوع السابق الذي تحدثنا عنه، وهو موضوع الميليشيات وعلاقة وزارة الداخلية ووزير الداخلية بشكل خاص بهذه الميليشيات، نلاحظ شيء مهم، وهو الحديث الآن على عودة الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي، اثنان من المنطقة الشرقية وواحد من الجنوب، كذلك عمر الأسود من مدينة الزنتان. هذا الأمر يعني هناك تسريبات واضحة تدل على أن عودتهم هي لممارسة الضغوط على المجلس الرئاسي لتغيير وزير الداخلية تحت مسمى حكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن أعتقد أن الهدف بالفعل كان هو وزارة الداخلية بشكل خاص، لأن هناك خطر أو هناك تهديد يهدد ميليشيات تسيطر على العاصمة ولاءها للخارج ولاءها لدول إقليمية،
لذلك سيتم الاستعانة بأعضاء مقاطعين من المجلس الرئاسي لمحاولة فرض ضغط على فايز السراج لكي يقوم باستبدال وزير الداخلية. أيضا لو تصفحنا وسائل الإعلام التي تدعم عملية الكرامة وتدعم خليفة حفتر في المنطقة الشرقية فلن نجد أي أثر لخبر يتحدث عن تصريحات وزير الداخلية ضد هذه الميليشيات، مما يعني بالفعل بأن وزير الداخلية قد لامس الجرح الذي يؤلم هؤلاء، وأن هذه الميليشيات بالفعل هي ما هي إلا عصابات إجرامية تتبع لعملية الكرامة، وإن كانت تتخفى بثياب فبراير أو أنها ترفض خليفة حفتر، ولكن الحقيقة ما هي إلا جزء من مخطط الثورة المضادة وعملية الكرامة، وتدار بأجهزة استخبارات أجنبية موجودة في السعودية والإمارات، وهذا بتصريحات من وزير الداخلية، ولا أعتقد أن وزير الداخلية يقول هذا الكلام من فراغ. عقيد عدل، الآن العودة إلى لقاء مدير أمن طرابلس من نظيره في بنغازي، يعني من ضمن ما تم الاتفاق عليه هو تبادل المطلوبين، ألا يخشى أن يكون هذا الاتفاق له أثر سلبي على المهجرين من بنغازي ومدن الشرق في العاصمة وما حولها، وخاصة أن مدير أمن بنغازي هو وجه آخر لحفتر؟ نعم، بداية احنا وضحنا في السابق عملية ربط المنظومة لتبادل المعلومات الأمنية ما بين طرابلس وما بين منظومة بنغازي لأسباب أمنية، أيضا كان نتيجة التسريبات التي دارت وأشرنا إليها في السابق عن تدفق جنسيات ممنوعة إلى الأراضي الليبية سورية ومن موريتانيا ومن بنغلاديش، وأعداد كبيرة جدا، يعني ليست دفعة ولا دفعتين، عدة دفعات. أيضا عدم وجود خط طيران رابط ما بين دمشق وليبيا، ومع ذلك هنالك طائرة أوروبية تتبع لإحدى الرحلات الكندية تهبط ترانزيت في بنينة ويتم إنزال منها عناصر سورية، وبعد تتبع هذه العناصر وجد منها من يصل إلى مصراتة وإلى المنطقة الغربية وإلى طرابلس. فطبعا انت يعني سوريا معروف شن فيها من خلل امني، ونظامها غادي يعني كيف يتلاعب مع او يلعب مع مجموعات الارهابيه والتكفيريه والدواعش. هذه النقطه. النقطه الاخرى افريقيا، سبق تتذكر تصريحات مسهل وعده وزراء خارجيه الدول عندما قالوا الارهابيين يصلون الى ليبيا، فقعدنا نضرب أخماس في هزداس كيف يوصلوا، وإحنا يقول لك يجوا من العراق وسوريا إلى ليبيا، كيف يجوا إلى ليبيا وإحنا ما عندناش خطوط وما عندناش طيران وما عندناش حدود مع سوريا والعراق. لكن بعد ما وصلت المعلومات وتسربت الوثائق هذه أكدت أن في تواطئ ما بين قيادة الرجمة أو عملية الكرامة ما بين سوريا في هذا المسار وتوفير ممر آمن لهذه العناصر. هك اتضحت الرؤية، هذا كشفت اللعبة كلها. طبعا دون علم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، هذا يعتبر خرق للقوانين الليبية. أيضا عدم متابعة هذه العناصر وين ولا أين، الجهات اللي هي ترعى هذه العناصر غير موجودة، ما فيش إلا شركة واحدة بتاعت بناء وتشييد وتجيب لي في نسوين سوريات، باهي شو ندخل نسوين في البناء والتشييد، تبي تليس المرأة ولا تبي تتركب سباكة؟ المهم في يعني في بناء عليها اتصور بدات هي عمليه محاوله تكثيف الجهود الامنيه لهذه النقطه يعني. وايضا مقترح من بعض رجال الامن بخصوص اللي هي ربط المنظومه وتبادل المجرمين. اما بخصوص الافكار اللي بتجيب بعض الناس ان حيسلموا ناس من معارضين سياسيين لقائد عمليه الكرامه من المنطقه الشرقيه والمهاجرين والكلام، هذا مستبعد، لان لو فرضا ان وزير الداخليه او اي جهه رسميه تبي تتخذ هذه الخطوات، معناك حتسلم ثلثين المجلس الاعلى للدوله وثلث المجلس الرئاسي وبعض اعضاء الحكومه وبعض القيادات الاخرى، هذول على راس المطلوبين لحفتر، هذول معروفين يعني، ما مش من جيبي يعني، هذه معروفه للكل. فلذلك اتصور هذا شيء بعيد نهائي، لكن ناس قاتله تهرب في حشيش، هذا صح حديثا
يوفر في دعم لوجستي للمجموعات الإرهابية من أو إلى، يعني سواء كان من المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية. هل يستطيع بالأدلة، هل يستطيع مدير أمن بنغازي أنه يناقش مثل هذه الأمور التي كنت يعني تتحدث عنها؟ ممتاز. أنا أتكلم على مستوى الضباط اللي هم نظاميين، الناس اللي هي بعيدة عن السياسة بتشتغل. لأن نقولها لك، أنا عندي تعاون مع ضباط شرطة في المنطقة الشرقية من فترة طويلة، ويعطونك معلومات، وناس بارك الله فيهم وطنيين وإن كانوا غير معروفين، وضباط جيش برضك الأولى هكي ما كانت العملية ما نعرفوش من ماشي وين جاية، لكن في ناس وطنية تبي تشتغل ويهمها العمل المهني. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا في ناس مش مصلحتها الكرام هذا كله يمشي يعني، وفي ناس عندها تخوف يعني في هك وفي هك وفي هكي. المهم لكن أنا نتكلم من خلال الناس اللي أنا نتعامل معها من سنوات. طيب سيد عادل، الوقت أشكرك ماشي. جزيلا سيد عقيد عادل عادل بكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كما أشكره بقية الضيوف الذين كانوا معي في هذه الحلقة، سيد عصام زبير من استوديو اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي، وسيد مروان درقاش من استوديو مصراتة المحلل السياسي. وشكرا مسؤوليتنا الفاضل على حسن المتابعة. في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أخي عادل، وأسف.